ونتلقى اول سؤال النهارده في حلقتنا، سؤال من الاستاذه ساره من الجيزه. استاذه ساره اتفضلي. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، بس انا في حاجه محيراني جدا وكنت عايزه اعرف بس هي حرام ولا لا. اتفضلي. الليزر دوت بيبقى حرام ان احنا نعمله ولا ايه؟ ان احنا نزيل الشعر بالليزر؟ شيل الشعر بالليزر جائز ما دام في مراعاة للعوراء، مراعاة لستر العورة وما إلى ذلك، لكن شير الشعر بالليزر بالعكس قد يكون دوت أفضل، لأن بيكون في بعض الأحيان أأمن من الجراح ومن الأشياء كده، فبيكون دوت ما دام متوفرة فيه الشرطين اللي أنا هقولهم لحضرتك. من الشرط الأولاني إن هو يكون آمن، يعني ما يكونش فيه خطر على الصحة، لأن لا ضرر لا ضرار. الأمر الثاني إن هو يكون فيه ستر العورات، فإذا كان ده متوفر خلاص ده جائز وليس فيه حرمه.